فلتر بيشيل 99 و97% من الملوثات الموجوده في الجو. ايلون ماسك وتسلا طوروا واحد من اقوى واعظم فلاتر الهواء اللي موجوده في التاريخ، وده كان في 2015 لما هم نزلوه في عربياتهم موديل اكس اللي هي اغلى عربيات من تسلا. والفلتر ده كفاءته اعلى 100 مره من اي فلتر تاني، وحجمه اكبر 10 مرات من فلتر الهواء العادي. اللي اقترح الفكره دي كان واحد من ضمن المؤسسين في جوجل، ودرجه النقاء العاليه دي كانت سبب في انها تنقذ واحده من الاطفال اللي كان عندهم الربو في امريكا، وده حقيقي اختراعات تقف لها البشرية احتراما وتقديرا وبكل بساطة.